السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري لهذا اليوم اللي غادي نطرقوا في آخر أخبار فريق رجاء البيضاوي. كنتمنى منكم دعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. وغادي نبداو الأخبار ديالنا بالأخبار اللي كتعلق في الشأن التقني ديال فريق رجاء البيضاوي. رسميا تأكد استقالة أو إقالة مساعد المدرب الألماني زيمباور مارك شيرفاز. فالمدرب مارك شيرفاز تم إقالة ديالو رسميا من إدارة فريق رجاء البيضاوي. هو مساعد مدرب الألماني زيمباور، إقالة معرفناش الحيثيات ديالها. هناك يقول أنه كاين استقالة، لكن الحقيقة هي أنه كاين إقالة. علاش وكيفاش؟ فاللي عارفين هو أن المدرب الألماني زيمباور يقوم بعملية ديال إعادة الهيكلة ديال المسائل التقنية، ربما ما اقتنعش بالعمل ديال المساعدين ديالو. هذا هو اللي باين وهذا هو اللي واضح. فالآن غادي نشوفوا مساعد مدرب آخر من الاختيار ديالو بطبيعة الحال، لأنه هو اللي كيشرف على الإدارة التقنية ديال التدريب. فما كاينش شي واحد اللي كيفرض على الألماني شنو خصو يدير وشنو غادي يدير. وهذه من نقاط القوة ديال المدرب الألماني زيمباور، فهو اشتغل مع هاد المساعدين ديالو، لا الحارس، لا المدرب ديال حارس المرمى، ولا المساعد ديال المدرب، الا انه ما اقتنعش بهم. والغريب والعجيب في الامر هو اللي كان السبب انه باش جابهم يخدموا مع فريق رجاء البيضاوي. هنا كنشوفوا الخدمه النقيه ديال المدرب الالماني زيمباور اللي كيعتمد على الكفاءه وكيبعد على الصداقه، وهذه نقطه قوه ديال المدرب الالماني زيمباور. الان المدرب ريح مع الإدارة التقنية، ريح مع المسؤولين، ريح مع مسير ديال فريق رجاء البيضاوي. عنده خريطة الطريق، عنده لوبجيكتيف كما كنقولوا، أنه باغي يجيب ناس اللي غادي يحاولوا يطوروا معاه المستوى ديال فريق رجاء البيضاوي. أما بخصوص اللاعب كريم البركاوي، حاليا كاين مفاوضات مع فريق رجاء، لكن ما كاينش عقد رسمي الان وما كاينش اتفاق رسمي. باش نكونوا صريحين، خرجت بعض المنابر الاعلاميه، بعض الصفحات كتروج على ان اسم اللاعب اصبح بشكل رسمي فريق رجاء البيضاوي. اخوان الله يجازيكم بخير، ما كاينش شي حاجه رسميه حاليا، باش نكونوا واضح، ما كاينش شي حاجه رسميه. كاين مفاوضات، كاين مفاوضات، لكن ما كاينش شي حاجه رسميه انك تقدر تقول ان اللاعب اصبح رجاوي 100%. علاش؟ لان اداره الرجاء البيضاوي داخله في مفاوضات ماشي غير مع كريم البركاوي بوحدو، لكن مع عديد من اللاعبين. راه كاينه قائمه كبيره ديال اللاعبين، راه القائمه ديال الانتدابات اللي غادي تجي في هذا الميركاتو الصيفي راه ربما غنشوفوا 11 لاعب فرقه كامله. علاش؟ لان كاين العصبة، كاين كاس العرب، كاين البطولة، كاين كاس العرش، وهاد المسابقات خاص يكون عندك ضروري برك احتياط قوي. فعمل كبير كيقوم فيه ادارة فريق رجاء البيضاوي. كريم بركاوي حاليا عنده عروض من فرق من الاندية الوطنية، لكن كاين يعني واحد الميول عنده للفريق رجاء البيضاوي. كاين واحد تقارب النظر بينه وبين إدارة فريق رجاء البيضاوي. فالأيام القادمة هي اللي غادي تقول واش كريم بركاوي غادي يكون حاضر في فريق رجاء البيضاوي أم لا. على العموم كنبغيكم تعطيونا الآراء ديالكم في اللاعب كريم بركاوي، هل غادي يفيد الرجاء البيضاوي؟ واش غادي يفيد فريق رجاء البيضاوي؟ واش هاد الانتداب نشوف بعد الانتداب أم لا؟ كنتمنى تعطيونا يعني التعاليق ديالكم في هاد الصفقة هادي. أما بخصوص حضور جماهير فريق رجاء البيضاوي، تأكد بشكل رسمي وكما قلت لكم قبل أن المباراة ديال نصف النهائي ديال كأس العرش بين فريق رجاء البيضاوي ومولودية وجدة
راه غتجرب الجمهور، لان هذه مسابقه مهمه وتسويق مهم للدوري الاحترافي. ملعب اكادير ملعب كبير جدا، راه ماشي ملعب صغير، لذلك فتأكد ان غادي يكون 20,000 متفرج من فريق الرجاء البيضاوي، ايضا 20,000 من الجمهور ديال مولودية وجدة. هذه هي القائمة ديال الجماهير اللي غادي تكون حاضرة في المباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة. مباراة ما سهلاش، مباراة صعيبة، علاش؟ لان مولودية وجدة بقى عنده امل وحيد هو انه يحاول يفوز بكأس العرش، لانه الان نزل رسميا القسم الوطني الثاني للاسف، ونهزم مع الرجاء البيضاوي، ونزل القسم الوطني الثاني في المباراة ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما غاديش يبغي عاوتاني يخسر كأس العرش مع فريق نفسه. فالمباراة اللي غادي نقول الالماني زيمباوي واللاعبين، انا المباراة ما سهلاش، ما تحضروش فريق مولودية وجدة. نعم هو جريح والان كيدوز اسوء المراحل ديالو، لكن خاصكم انكم تقتنعوا انكم خاصكم المقابله ديال الرجل والوجده، راه ما خاصكم تدخلوها في الخانه ديال السهله. مباراه غتكون صعيبه جدا وخاص التركيز فيها باش انت باش الرجاء البيضاوي يخرج منتصر فيها ويدوز للنهائي ديال كاس العرش. فاللي غادي تكون عنده طعم ان غيكون حضور الجماهير لهذه المباراه غادي يعطي واحد الطعم كبير لهذه المباراه هذه، وهذا هو الاهم. اما بخصوص اللاعب حذيفه المحسوني، هذا اللاعب هذا كيلعب في المغرب التطواني، هو ظهير ايمن. كل التقارير كتشير الى انه وقع في فريق الرجاء البيضاوي بشكل رسمي، لحد الان مازال ما تاكدناش من الخبر. اللي تاكدنا منه انه العرض اللي قدمه الرجاء البيضاوي للوكيل ديالو اتفقوا عليه، لكن واش وقع ولا ماشي وقع ما عرفناش، مازال ما كاينش يعني رد من اداره فريق الرجاء البيضاوي، لكن كل التقارير كتشير الى انه تم الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب في صفقه انتقال حر، لان العقد ديالو انتهى مع الفريق المغربي التطواني، وهو الان اصبح لاعب حر وجا في صفقه انتقال حر. ظهير ايمن نقدر نقول لكم يعني حتى الصفقات الان غتولي كتلعب دور، علاش؟ لان ظهير ايمن حنا ما عندناش ظهير ايمن. مروان زيلا عرفنا انه بعيد كل البعد على ظهير ايمن، فالان اللاعب نشوفوا واش غادي يعطي حذيفة، واش غادي يعطي اللي كان مرجو منه. فاحنا شفنا اللاعب ديالو مع المغرب التطواني، لاعب كبير، لاعب كيعطي، لاعب كيمرر، لاعب اللي تقدر تعول عليه، ولاعب واجد بدنيا، وهذا هو الاهم. فعلى العموم بغيناكم تعطيونا الاراء ديالكم في اللاعب السابق للمغرب التطواني حذيفة المحساني، هو لاعب كيلعب ظهير ايمن في فريق المغرب التطواني، وحنا عرفنا المدرسه ديال فريق التطواني كتخرج لاعبين كبار جدا، وشحال من صفقة نجحات من فريق المغرب التطواني. على العموم هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم والى اللقاء.